عقد وزير الطيران المدني الطيار محمد منار جميع منشآت ومباني الركاب لمتابعة إجراءات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي ومركز عمليات الأزمات بالمطار لمتابعة سير العمل وانتظام الحركة الجوية في ظل حالة الطقس السيء. وشدد الوزير على استمرار المتابعة والتواجد الدائم بجميع القطاعات المختلفة والتواصل الفعال مع غرف العمليات وإدارة الأزمات للتعامل بشكل سريع وفوري مع أي حدث أو ظرف قد يطرأ، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة العاملين والركاب.